وفي هذا السياق أيضا أحيى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ذكرى ضحايا طائرة البوينغ 777 الماليزية، وكتب على صفحته في الفيسبوك: أنحني إجلالا للضحايا الأبرياء الذين قتلوا بسبب صاروخ روسي قبل 3 سنوات. وأعرب بوروشينكو عن ثقته بنظام القضاء الهولندي وحتمية معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة. وذكر الرئيس الأوكراني بالاتفاقية التي وقعت بين أوكرانيا وهولندا، والتي بموجبها سيتم تقديم جميع المسؤولين عن هذه المأساة إلى العدالة.